طيب، خبر بيقول لك الحبس 3 أشهر والغرامة للمتجاوز في حق الخطيب ومجلس إدارة الأهلي. لو الخبر بيقول إيه، قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار رامي منصور بحبس أحد الأشخاص ويدعى جهاد محمد نصر الدين الغزالي لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة 10,000 جنيه وتغريمه 15,000 جنيه و10,000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة بتهمة سب وقصف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وتعرض لسمعة أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة. يعني ده خبر مهم في الحقيقة، الخبر ده مهم جدا، مش مهم بس ليه بقى؟ لأن احنا الفترة اللي فاتت شفنا، وأكيد حضراتكم طبعا عارفين، يعني شفنا تجاوزات كبيرة جدا في حق الكابتن محمود الخطيب في حق مجلس إدارة النادي الأهلي، وكنا بنقول لحضراتكم دايما في التوقيت ده النادي الأهلي بيسلك الطرق القانونية دايما. حد جه عليا، حد جه على حقي، أنا بمشي قانوني، ما بطلعش أرد، ما بطلعش أشتم، ما بطلعش أتجاوز، الكلام ده مش أسلوب النادي الأهلي. ففي كل الأحوال ده خبر مهم جدا، لأن ده هيخلي البعض اللي ممكن يكون بيفكر إن هو برضه يقوم يمشي بهذا السياق أو بهذه الطريقة السيئة جدا، ان هو يفكر 1000 مرة قبل ما يطلع يشتم وقبل ما يطلع يزعق وكلام من ده في القنوات او في اي حاجه او في اي وسيله من الوسائل الاعلاميه، يعني ويقول الكلام مش مظبوط وكلام كذب ومعلومات خاطئه بكل الاشكال في الحقيقه. فبالتالي خبر مهم جدا، وان شاء الله باذن الله ده يكون بدايه في التعامل مع بعض الشخصيات اللي ممكن تكون بتتجاوز في حق النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. وبالمناسبه احنا عايزين اي نادي او اي شخصيه في مصر دايما يمشي قانوني، لو حد تجاوز في حقك. احنا مش كان بقى هنا على الخبر طبعا بخصوص مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، لكن الكلام لو حصل من اي شخصيه مع شخصيه اخرى من خلال التجاوز وكلام من ده، امشي قانوني واكيد حقك هيجي لك. يعني ده شيء مهم جدا. طيب نكمل اخبارنا، احنا وقفنا عند خبر ايه يا جماعه؟ فكروني.